الملعب، وصلت الى ركله ركنيه. نيمار على تنفيذ الركله الركنيه لمصلحه المنتخب البرازيلي في منطقه الجزاء. راسيو اللي كان موجود ما بين مورييل وما بين الكساندرو. هذه المحاوله وتدخل حقيقه يعني كان ممكن ان يتاذى من لويس مورييل ايضا بشكل او باخر، لكن حكم المواجهه يعلن مباشره الركله الجزاء. ايدرسون في المرمى، مورييل نفسه هو راح ينفذ الكره والمحاوله من اجل التعادل. يضع كره في المرمى، نعم يسجل، التعديل ياتي مستحيل. اللاعبين شهره في تاريخ كره القدم الكولومبيه، والحديث عن اللاعب اللي هو فالديراما. كره بمحاوله مرتده لمصلحه منتخب كولومبيا. مارتينيز الان يبحث عن محاوله في الجهه اليمنى، لمسه الى ساباتا، الى كره تاتي. في الكثير من الاحيان في دائرة المنتصف محاولة برازيلية، فيليب كوتينيو أمامية ملعوبة خطيرة لمصلحة منتخب البرازيل. عودة بعد غياب.